مرحبا واهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في لقائنا اليومي عن يوميات الحجر او الجلوس في المنزل. اليوم معنا في الحوار الجميل هذا اخوي وصديقي وعزيزي الاستاذ محمد التميمي. راح ندخل اليوم أسئلة عن الإجراءات والتعليمات الكندية للمراكز الصحية والجهات المسؤولة عن الغذاء والدواء. طبعا اليوم باستضافتنا، طبعا هو دائما ضيف لطيف وخفيف علينا دائما، لأنه هو من الشباب اللي كلنا بنحبها، الدكتور أحمد أحمد. دكتور أحمد أحمد أخصائي حساسية ومقيم ويعمل في مدينة أوتوا، كان ريسيرشر في الوحدة المركزية للأمراض المعدية، وهذا طبعا يمكن يعطينا معلومات مهمة بهذا الموضوع، وكان برضه بالكوميتي أدفايزري للممارسات الطبية في كندا. أهلا وسهلا فيك دكتور، بين أهلك وأصدقائك وفي منتدى الاسوسيشن اوف عرب كنديين. تحياتي لكم وشكرا على المبادرة الكريمة. اهلا دكتور احمد، ويعني دائما اللقاء معك ممتع ومثري ومفيد، ومش هتكلم بمقدمات لانه يعني الوقت ضيق معنا، وانا عارف انه المعلومات اللي حتعطينا اياها وزودنا فيها محتاج وقت يعني زيادة. أنا حصل لي أكثر من مرة دخلت أنا وياك في نقاشات في مواضيع إلها علاقة بإجراءات كندا الصحية أو الطبية والنظام الصحي في كندا، وكانت بعض الأشياء يعني فيها معلومات محتاجينها ان نطلع عليها. احيانا الاشياء اللي في السطح او على السطح بتكون تخفي او تخفي كثير من الغموض خلفها، ويعني العلم بشيء من الاشياء اللي خلف الكواليس يعني احيانا كثيره يكون مفيد. فاول شيء بعد هذا الترحيب والمقدمه اللطيفه، خلينا نعرف بشكل عام، هل في كندا هناك بروتوكولات بشكل عام وسياسات حول الإجراءات في وقت الأوبئة؟ ودائما في بروتوكولات، والبروتوكولات موجودة على أكثر من مستوى، يعني مش هو بروتوكول مثلا لكل ولاية أونتاريو أو بروتوكول لكل كندا. في عندك مستويات مثل البابليك هيلث على مستوى الولاية، بيكون في لها إجراءات موجودة وموضوعة كبروتوكولات ومن عشرات السنوات، وكل ما يطلع وباء جديد او بتعلموا من شغله حصلت معهم مثلا السارس H1N1 الى اخره، بضيفوا تعديلات على اللي هم تعلموه واستفادوا من خبرتهم. في عندك على مستوى المستشفيات الجامعيه او اللي بسموها تيرشري سنترز، يعني مثل تشيو، مثل السيفيك، مثل سيكيدز في تورونتو، هذه المستشفيات الكبيره اللي فيها ريفيرالز وهي اللي الحالات الصعبه راح تصلها اصلا، يكون فيها دائما كوميتيز، انفكشس ديزيز كنترول كوميتي اللي هي لجنه السيطره على الامراض الوبائيه والامراض المعديه، وهذه بيكون لها بروتوكولات لوكال للمستشفى، لانه ممكن اللي بيناسب مستشفى معين ما يناسب مستشفى في منطقه نائيه اكثر. فبيكون لكل مستشفى ايضا كوميتي تطرح الامور، عاده ما بتختلف كثير عن البابليك هيلث ريكومنديشن، ولكن ممكن يكون فيها اشياء اضافيه سبيسيفيك لوضع المستشفى اللي في هذه المنطقه. وهذه الامور كلها بتتم مراجعتها بشكل دوري، بيجتمعوا على الاقل مرتين بالسنه حتى يشوفوا شو في شيء جديد، حتى لو وباء بعيد عنا مثلا مثل قصه الايبولا في افريقيا قبل كم من سنه، برضه حصل اجتماعات في تشيو كنت حاضر فيها انه فيما لو انتقل لنا شو ممكن يصير. فدائما في تحديث لهي الامور، لكن ما بيكون عندك مثلا بروتوكول لكل مرض بعينه. يعني احنا ما عندنا الان لازم بس لل H1N1 شو البروتوكول، خلاص انت عارف انه امراض تقسم حسب نوعيتها مثلا تنفسيه، فاغلبها حتشترك بنفس البريكوشنز، نفس اجراءات الوقايه، نفس الطرق في الحمايه، نفس طرق التوعيه، بتكون عاده متشابهه. يعني لو رحنا ايام السارس حيقول لك غسل ايديك وحط كمامه وحط جوجلز على عينيك في حاله وجودك في المستشفى الى اخره، حاول منع التجمعات، الاختلاط اللي ما له داعي،
يعني بظل البروتوكول تقريبا نفس الشيء، ممكن يصير اختلافات بسيطه هنا او هناك، اذا هذا بينتقل بالرذاذ ما بينتقل بالرذاذ، متعلق في الجوله فتره طويله ما بضل بالجوله فتره طويله، بيكون اختلافات ضئيله بين الفيروسات، او اذا في له علاج مثلا المرض الفلاني العلاج الفلاني يستخدم وخلال كم من يوم لازم يستخدم، واذا المريض مثلا طول لحد ما اخذه هل بيسوى انه ياخذه ولا لا، لانه في مرات بقول لك الدواء هذا جرب انه اذا صار لك اكثر من 5 أيام مريض ما حينفعك مثلا، فبيكونوا حاطين مثل هاي الخصوصيات سبيسيفيك لامراض معينه، ولكن البروتوكولات موجوده على طول الوقت على مستوى المستشفى وعلى مستوى الببليك هيلث في الولايه وعلى مستوى كندا هيلث اللي هي بتاخذ للفيدرال ليفل. الان اللي بيكون يمكن عنده اقل شيء بروتوكولات هو العيادات اللي مثلنا احنا بالكوميونتي، لانه انت فعليا بتنتظر شو الببليك هيلث بوصيك، وعاده انت حتكون الفيرست لاين اللي بيجي عليه المريض، انت دورك انه كيف تخفف من انتشار المرض عندك في العياده، فبيكون بروتوكولات معينه كيف تخفف انتشار المرض وكيف تشخصه، يعني او على الاغلب انت ما حتشخص، انت حتشك فيه، كيف تشك فيه بسرعه فيتحول بسرعه للجهه اللي حتشخصه بسرعه، فبيكون دورك انت فعلا غير عن كل البروتوكولات اللي في المستشفى، انت ما بتحتاج الاشياء اللي هم بيحكوا عنها بالمستشفى متى احطه على فنتليتر ومتى اعمل هيك، لانه ما بيعنيك كعياده بالكوميونتي. فهذا هو اللي موجود وهذه يتم تحديثها دوريا. اخر تحديث كبير للبروتوكولات تبعت الببليك هيلث عندنا في اونتاريو كان تقريبا بال2005، والتحديث الكبير اللي قبليه بال99، ولكن بضل دائما في تحديثات طفيفه كل سنه. فما في تحديث للبروتوكولات تبعت السارس او مش السارس الكوفيد 19. الكوفيد 19 لحد الان احنا كل اللي بيضيفوه هم بيضيفوا بس اشياء شو بنعرف عنه جديد، واحنا لسه بنتعلم عنه، يعني بصراحه احنا لسه في دور الحضانه معه. يعني الريسيرش اللي بده يكتشف المرض بصوره اعمق لسه ما بلش بصوره قويه، لانه هم الان مركزين على موضوع الفاكسين، ويمكن شوي يشتغلوا في موضوع الادويه بدرجه اقل لانه الفاكسين هو الاولويه تبعتهم حاليا حتى نمنع المرض، ولكن مثلا نعمل دراسات مكثفه على قديش بضل معلق في الهواء وكم بضل على الاسطح، هاي دراسات بسيطه لانه بتكون نوع من انواع الترف في لحظه الوباء نفسه، بتشتغل عليها بعض الطواقم لكن في اولويات في الدراسات الان، فالأكثر الآن على موضوع اللقاحات. طيب دكتور، أنت بتعرف إنه إحنا خلال فترة السارس اللي صارت 2002-2003 كندا من الدول اللي تأثرت كثيراً وكان فيها عدد وفيات كبير، فهل تتوقع إنه هذه التجربة الكندية خلال فترة السارس فادتنا في تحديث البروتوكولات وستساعدنا في محاربة هذا الفيروس؟ باعتقادي فادت ولكن بشيء بسيط، لأنه وجود البروتوكول شيء وتنفيذه شيء آخر. يعني البروتوكول البابليك هيلث مثلا لو جينا على موضوع متى تغلق المطارات أو متى تسكر الحدود مع دول مختلفة أو متى تسكر المدارس، هذه ما في لها بروتوكول أنه إذا تمت إصابة 35 حالة رح نعمل هيك، وإذا صار عندك 70 حالة حنعمل هيك، ما في. هي البروتوكولات تتطلع على أكثر من شغلة، تتطلع على المرض منتشر بين كم من الناس، سرعة الانتشار، لأنه ممكن انتشر فجأة وبعدها خف وراح، هذا بيخدع وحده على نفسه بنفسه، هل انتشاره سريع، نسبة الوفاة منه كم من عدد المصابين، ونسبة الناس اللي بيحتاجوا أدمشن للمستشفى كم. يعني لو أجاني مرض أنا بيقتل 1% في 10% من السكان، يعني 1 بالألف، لو صاب ثلث السكان 30 مليون عندنا في كندا و 37 مليون الآن، لو صاب الثلث حوالي 12 مليون نسمة وقتل منهم 1 بالألف، انت بتحكي عن 12 ألف واحد حيتوفوا، فبتكون كارثة. بينما لو نفس المرض حيصيب فقط 5% من السكان وحيقتل برضو 1 بالألف، حتستعد له ولكن مش بنفس القدر. وهذا المثال عليه حيكون الانفلونزا. الانفلونزا في كندا بصيب حوالي 10% من الكنديين، يعني من 37 مليون حوالي 3,700,000 يصابوا بالانفلونزا العادية كل فصل شتاء، بيقتل منهم 1 بالألف. لهذا السبب في كل فصل شتاء في كندا بتوفى 3000 ل 3500 شخص. وعلى فكرة الموضوع بيعتمد برضو على الإعلام، يعني أنا لما بفصل الشتاء 6 شهور بتوفى عندي 3000 شخص، ناخذها على الحد الأدنى بلاش 3500، احنا بنحكي عن 500 شخص كل شهر، بنحكي عن 15 شخص باليوم. تخيل لو الميديا عندنا الآن كل واحد بفصل الشتاء كل ساعة ونص حتطلق توفيت حالة جديدة بالإنفلونزا في بريتش كولومبيا، توفيت حالة جديدة في الإنفلونزا في أوتاوا، حتعمل حالة رعب. بس هذا هو الواقع، هيك صلنا سنين بيتوفى كل يوم على الأقل 15 شخص بالإنفلونزا العادية اللي كثير ناس بتتهاون في المطعوم تبعها. لكن إيش لما بيعملوا جائحة مثل الكورونا مثلا، هي شغلتين، أنه نسبة الإصابة
في الكورونا لحد الان احنا بنتمنى ما تصل للانفلونزا العاديه، لانه اذا وصلت ل 10% من السكان وهو بيقتل 2% من السكان على الاقل، هاي حتكون ماساه كبيره. فاحنا لحد الان اعداد الكورونا بسيطه تعتبر مقارنه بالانفلونزا العاديه. الان بسيطه والله لان عملنا كل هاي الاجراءات، ولا بسيطه لانه هو هيك؟ هذا موضوع ثاني وما فينا نجربه بانه والله تعال نرخي ونشوف شو حيصير، ما حد حيعملها. الشيء الثاني اللي بنقدر له اللي هي نسبه الوفاه، نسبه الوفاه من الانفلونزا العاديه 1 في 10% اللي هي حوالي 1 بالألف، وممكن بعض الدول تصل ل 2 بالألف. الكورونا الحالي الكوفيد 19 في دول سجلت 9 في 10% فقط، وبالتالي نسبة قليلة نسبيا ولكنها 9 أضعاف الإنفلونزا، وفي دول سجلت 9.2 في 10%، تحكي عن 90 ضعف الإنفلونزا اللي هي إيطاليا مثلا، إيران 7.7 في 10%. فبنحكي عن شغلة بتعادل 70 ل 90 ضعف نسبة الوفاة من الإنفلونزا العادية، فلهذا السبب بتكون الاحتياطات أكبر وأشد لها. طيب دكتور، بناء على هذا الكلام، هل في يعني تعميم أو إجراءات خاصة اتخذتها الحكومة للمراكز الصحية، للجهات اللي مسؤولة عن الغذاء والدواء؟ هل تم تعميم إجراءات معينة خاصة غير الإجراءات اللي متبعة سابقاً في الإنفلونزا والأمراض المعتادة عليها كندا؟ بس في حالة الكورونا وخوفاً من تفشي المرض، التعامل مع المرض، احنا بنحكي عن مرض خاص لسه غامض صحيح، لكن كثير احنا بنتكلم خاصة في الميديا السوشيال ميديا وناس كثير بينزلوا انه كندا ما استعدت، كندا تأخرت، كندا ما حطت الإجراءات المناسبة. احنا بنحكي واحنا مش مختصين ومش موجودين في الفيلد، مش موجودين في حقل العمل هذا. هل كلامنا هذا في منه، ولا احنا بنحكي بجهل ومن غير علم؟ وفعليا هناك إجراءات تمت وفي وقتها وكانت كافية حتى هذا الوقت، فطمنا يعني هل فعلا كان في إجراءات حقيقية تناسب حجم المشكلة اللي احنا بنحكي عنها وكانت في وقتها، ولا هي البروتوكولات القديمة والإجراءات القديمة التقليدية هي اللي استمرنا فيها ومشينا فيها وهي تكفي او ما تكفي لا ندري؟ حكيت كلمة مهمة، بدك اطمنك ولا احكي لك الصح؟ في تعارض يعني ممكن. يا سيدي طب احكي لي الصح اول شيء، اول شيء وبعدين طمني. بخصوص كلمه الغذاء والدواء، لانه هي اكثر مع الاف دي الفود اند دراج ادمنستريشن، هي اكثر للامريكان بيستخدموها. احنا عندنا فود كندا وكندا هيلث منفصلين عن بعض، والمكملات الغذائيه وكلها ما لها علاقه بكندا هيلث. بموضوع الاجراءات للمراكز الصحيه للعيادات، كان في تاخير في ابلاغ الاطباء اللي في العيادات شو يعملوا. يعني كان عندنا تأخير على مستوى العيادات في الكوميونتي، على مستوى البابليك هيلث نفسه والمستشفيات كانوا متقدمين، وهو عادة هذا اللي بيصير بصراحة. يعني مش شرط أن يكون هذا شيء نقص، لكن هذا اللي بيصير أن المستشفيات هي لها الأولوية، لأنه هي اللي في النهاية حتتعامل مع الحالات الصعبة اللي بتحتاج نوم بالمستشفى. الآن لو حنعرف أنه صار شيء بدري ولا ما صار شيء بدري، لو نطلع على التايم لاين، لو نحكي إحنا بالحقائق وبالأرقام، الصين أعلنت عن المشكلة كمشكلة تقريبا 31/12/2019. WHO منظمة الصحة العالمية طلعوا تحذير لدول العالم انه لازم تعملوا شيء 6/1/2020، يعني بعدها اسبوع. كندا اول تعميم لوزيرة الصحة في اونتاريو حوالين الموضوع وحكت عنه كان 22/1/2020 بعد الصحة العالمية ب 16 يوم تقريبا، وكان هذا اول بيان بخصوص الكوفيد 19 الساعة 3:30 العصر. بعثوا لك للمستشفيات وللبابليك هيلث ولحطوه على موقعهم على الاونلاين تبع. الحكي اللي كان فيه انه منطمن الجمهور عندنا صفر من الحالات، نحن نراقب الوضع، نحن مستعدون واطمن. هذا كان يعني فحوى البيان، بس ما كان في مذكور شو الاجراءات بالتحديد. يعني ممكن يكون في اشياء تذكر اجراءات بالتحديد وما بتنعطى للبابليك، لانه هو بيكون بعثها لمدراء المستشفيات مثلا اللي يعمم على الانفكشوس ديزيزز اللي عنده، هاي ما عنده منها اي نسخه لاني مش ضمن اي انفكشوس كنترول كوميتي في اي مستشفى حاليا في كندا. ما عندك اي نسخه ولا ما طلعت اصلا؟ لا هي ممكن ما طلعت وممكن طلعت، فما عندي، ما بعرف اذا طلع اصلا شيء، لكن يفترض عاده انه اللي بيطلع للببليك في اللحظه اللي انت طلعت للببليك شغله بشكل عام بيطلع للخاصه، طلعت للعام من شيء بيطلع شيء للخاص.
فهل طلع او ما طلع ما بعرف، واذا طلع شوف احوال ما بعرف، لكن 25 واحد ثلاث ايام بعد اول بيان تم تشخيص اول حاله في اونتاريو. فاحنا بنحكي البيان طلع ثلاث ايام قبل تشخيص اول حاله، ويمكن هم بالبيان كانوا معممين لهد لك الجماعه انه ابدوا الفحص اذا حدثت الاعراض 1 2 3. وبالتالي بما انه الفحص ممكن ياخذ معك بين يوم لثلاث ايام في البدايه لانه ما كان في ضغط كثير على الاجهزه، فيمكن يكون من اول يوم هم فحصوا اول حد شكوا فيه وطلع معهم اول حاله أثبتت في 25 واحد. فهل الإجراء كان سريع؟ نسبياً، إنه بما إنه البابليك هيلث طلع البيان قبل تشخيص أول حالة، مش بلش يطلعوا حالات وبعدها طلع البيان، يمكن نظرياً أحكيها إنه في إجراء إعلامي في الوقت، بس الإعلامي عندي ما بيكفي. السؤال إذا أنا عندي جائحة ممكن تيجي على كندا، هل عندي الجاونز اللي هي اللي بيلبسوها تغطي الجسم، بعرف شو ممكن تطلع بالعربي روب، اللي للانفكشوس ديزيزز كنترول في المستشفيات، هل عندي عدد كافي؟ هل عندي عدد كافي من الجوجلز اللي بنحطه على العيون لحمايه الدكاتره بالمستشفيات؟ هل عندي عدد كافي لو حوزعهم على العيادات؟ ما ننسى الفاميلي فيزيشنز بالعيادات اللي بالكوميونتي هو خط الدفاع الاول اللي حيجي على مريض بكح في وجهه وعنده حراره وبعطس وايش عندي. طب اذا هو مش لابس هاي المعدات هو ممكن يعدى بسهوله، والممرضه اللي عنده تعدى، والريسبشنست اللي عنده تعدى، واللي قاعدين عنده بغرفه الانتظار ينعدوا. طبعا تطبيق الحكي النظري اللي الان هم بيحكوا لنا اياه انه ابعد مترين، انا مستحيل في عياده يكون عندي عياده فيها مساحه كافيه لحط بين كل مريض ومريض مترين مثلا، او اعمل عزل في عياده بالكوميونتي. هاي بتعملها بمستشفى ماشي، بتحط قاعه خاصه للانفكشوس ديزيز، بس في عيادات حكوميه خارج المستشفيات اللي اصلا الدكتور هو اللي بيستاجرها وهو اللي بيدفع كل شيء فيها، مش ممكن دكتور بالكوميونتي على حسابه يقدر يوفر مساحات مثل هاي في عيادته او غرف انتظار واسعه جدا اللي بين كل مريض ومريض مترين. ففي اشياء بتضلها برضه نظري، يعني هي مكتوبه ويفضل تعملوا هيك، ويفضل ما يكون في غرفه الانتظار عندك اكثر من مريضين في الساعه. يعني حكي ملوش علاقه بالواقع نهائيا بس مكتوب. هل هم شافوا انه عندهم عدد مثلا الN95 اللي هو الماسك الخاص بالفيروسات؟ لانه اغلب الماسكات الثانيه بصراحه الفيروس بينفد من الثقوب اللي فيها، يعني اذا ما كان عندك فيروس بحجم كبير الكمامه العاديه صح بتفلتر جزء، ولكن انت حيطلع منك فيروسات حتى لو لابسها. فهل الـ N95 اللي هي الماسك المعتمد هل في عندنا منه كفايه؟ هل سئلت هاي الاسئله؟ ما بعرف، لانه هاي ما بتطلع لنا حتى كاطباء، يعني هو ما راح يشاركني شو عنده نقص حتى ما يعمل نوع من الشوشره، وما حيورط حاله برضه هو كسياسي في امور هنا بدخل فيها الطب والسياسه مع بعض. طيب انا ما عنده دقاطع دكتور، انا سمعت من كميات ما بنعرف، سمعت من بيبل في يا معلش ثواني، سمعت من ناس من داخل مستشفيات شغالين في الفرونت لاين انه ما عندهم، خاصه في ساسكاشوان ومانيتوبا ما عندهم اناف، ما في حتى ماسك، مش اناف ماسك، ما في ماسكس في المستشفى N95 نحكي. عطيت عن أوتاوا نفسها، أنا عندي معلومات من المستشفى وما عندهم الآن عدد كافي، في لسه بس ما عندهم عدد كافي، يعني ممكن يكفيهم لأسبوع أسبوعين وبس. هذا موجود أعرفه. السؤال متى هم يوصوا على هاي الأشياء؟ لأنه ما ننسى إحنا، أنت لما توصي في ظل جائحة عالمية والمصنع مش عندك أصلا، أنت المصنع يمكن أجاه 20 طلبية لعشرين دولة قبلك. رئيس اللي بقدر اقول لك هي انه من داخل المستشفيات، لان انا اعلم انه بعد اسبوعين حتيجي الشحنه، هاي انا بعرفها على الاكيد. السؤال متى تم التوصيه عليها؟ اذا وصوا عليها من 22 واحد معناته عملوا اجراءات في الوقت، اذا وصوا عليها قبل اسبوعين وترجوا ولا دفعوا زياده عشان انت مشيلنا اسرع او صار ضغط سياسي على حسب المصنع في اي دوله، فممكن انه يكون فعلا كان في تاخير، بس ما بعرف متى هم وصوا، بس بعرف انها في الطريق. اللي انا بعرفه انه الان الحكومه بتركز عملها على سانيتايزرز والماسكس علشان الناس اللي لهم علاقه في التصنيع يبداوا ويساعدوهم في التعجل في انشاء هاي المصانع، لكن هل حيكون عندهم القدره انهم يعملوا الكلام هذا بالطريقه اللي عملتها الصين؟ خلال 10 ايام عملت بنت مستشفى، فبناء المصنع كان بالنسبه لهم تحويل مصانع قائمة إلى مصانع شغالة وفيها برودكت لاين قوي. الآن يعني من ثلاث أيام طلع إعلان لحكومة أونتاريو، وكان في إعلان على مستوى الحكومة بشكل عام الفيدرال في تشجيع
أهل الصناعة في هذه المواضيع. فهذا بيدل على أنه استشعار المشكلة موجود. استشعار المشكلة موجود، ولكن أخذ الإجراءات في الوقت المناسب. أنا برأيي الشخصي بس ما عندي إثبات بالتاريخ متى وصوا أنه في نوع من التأخير، خاصة إذا قارناهم في دول نجحت. دول نجحت غير الصين ظهر فيها أول شيء، كوريا الجنوبية. في عندنا نقص الآن على فكرة على مستوى الكرة الأرضية في شغل الناس ما خطرت في بالها ولا سامعة فيها. أنت عارف الكت اللي بياخدوا فيها الفيروس. في جهاز بيفحص الفيروس البي سي آر، والجهاز هذا فيه مادة بدها تكون حافظة للفيروس بنحط فيها حتى ينحط بالجهاز. هذول الاثنين موجودين. المشكلة وين النقص العالمي حاليا؟ السواب اللي هي القطعة الصغيرة اللي في عراسها قطنة وبدي ياخد منها، هاي اللي ناقصة على مستوى العالم، اللي هي ميد ان تشاينا. ميد ان تشاينا أغلبها. فهاي الناقصة. كوريا الجنوبية فتحت 4 مصانع إلها بشهر واحد، يعني عملتهم وفتحتهم وبلشوا إنتاج لإلها طبعا، مش عشان تصدر للعالم. عشان هيك كانت أكثر دولة في العالم فحصت ناس من شعبها هي كوريا الجنوبية، أكثر حتى من الصين. وهي ممكن يجي لها بعدين عندي الأرقام عنها. الفحص هذا ضروري ينعمل لأكبر عدد من الناس، لأنه إحنا عندنا عشان نعرف إنه عندنا مشكلة كبيرة ولا لا، حتى أعرف نسبة الوفيات. أنا عندي مقام وبسط، أنا لازم أعرف عدد الوفيات، وهاي بشكل عام عارفينها بدقة، لأنه ما حدا بيموت من ضيق نفس أو توفي بالمستشفى على فنتليتر إلا معروف إنه عنده كورونا وما عنده. فهدول عندنا دقة متناهية في معرفتهم، يعني ما حيموت حد في مستشفى وأنا مش عارف إنه كورونا ولا مش كورونا. فما أعتقد على مستوى دولي زي كندا حيحصل مثل هيك فشل. يعني المشكلة هو في المقام. أنت عندك كم حالة كورونا في البلد؟ أنا ما لي علاقة في سيمتوماتيك أو نوت سيمتوماتيك، أنا بيعنيني كم حالة كورونا. طب إذا عرفت أنا إنه مثلا في كندا لما بتروح تفحص، أنا إلي زميل الأسبوع الماضي عمره 35 سنة، عنده سعال وشوية ضيق نفس، حلقه بيوجعه، ما عنده حرارة. في نفس الوقت قبلها ب10 أيام كان له صديقة راجعة من الصين، حطت نفسها في الحجر المنزلي 14 يوم بس ما فحصت لكورونا، وهو كان يروح يشتريها الأغراض. وبعدها على الأقل 4 أيام بدأت الأعراض عنده. ضليتني وراه لحد ما راح يفحص. لما راح وقف في الدور 1.5 ساعة، حكوا له no fever and no contact with corona patient that is diagnosed، روع على البيت. إذا هذا ما نفحص، مين أنت بدك تفحص؟ بس اللي يعني خلاص جايك بقولك أنا كورونا. مشكلتك هون إنه عندك كمان نقص في عدة الفحص. فلأنه عنده نقص في عدة الفحص، أنا فاهم موقفه كبابليك هيلث، إنه أنا عندي نقص في العدة، مش معقول أفحص هسا اللي عنده أعراض بسيطة نسبيا وبعديها ما يضلش عندي للي عنده أعراض مهمة. بس هي الخلل في الأساس إنه عدة الفحص ما كان لازم تكون ناقصة أصلا. أنت عندك من 22 واحد لما ما كان عندك ولا حالة، وإحنا صرنا في آخر 3 شهرين وإنت لسه مش جايب عدة فحص كافية، مش مدبر نفسك. والكارثة إذا لسه بيعملوا لي على طريقة الوضع العادي بدون وباء، إنه والله لسه في عطاءات وحنقدم ونشوف السعر الأحسن والمظروف المسكر والوزارة تجتمع واللجنة الفلانية تجتمع ولجنة العطاءات تجتمع، لا هي بتنعملش في وقت وباء. ففي تأخر في هاي الأشياء، سواء تأخر بيروقراطي لأنه هيك كندا ستيتس كو تبعها، ولا تأخر في اتخاذ القرار، ولا ما كانش في ميزانية تدبرنا ميزانية لهي الشغلة. في كتير شغلة بس هاي ما راح تطلع للببليك، يعني هاي بدك واحد سياسي اللي يجاوبك عليها مش طبيب. فبالمختصر إذا أنا عشان بس أفهم الناس هاي الفكرة اللي أنا مهم كثير عندي، وأنا مرات بكون متفائل لما بشوف هاي الشغلة، هو إنه إذا إحنا عنا 10 وفيات مثلا من الكورونا والمشخصين في الولاية 1000 كأرقامنا كمثال بضربها، 10 على 1000 يعني عندك أنت 1% من الناس بيموتوا منه. بس إذا فعليا لو فحصنا عدد أكبر من الناس بالأعراض البسيطة جدا وطلع عنا 10,000 كورونا وعندي 10 وفيات، أصبح عنا الوفيات 1 بالألف، مثل الإنفلونزا. ساعتها أنا بطل خايف حتى، أقول لك ويصير كورونا في كل البلد شو يعني، مثل الفلو، حتغير وجهة نظري في كل المرض. فضروري هاي المعلومة نحصل عليها. والدولة الوحيدة اللي قدمت إلا معلومات جيدة عنها هي كوريا، أكثر حتى من الصين، لأنها كوريا فعلا عملت إيش، أي واحد اختلط في مريض كورونا فحص، عنده أعراض ما عنده خلاص مش اختلط فيه تعال فحص. وبهاي الحالة حصلوا لنا كثير من الناس اللي بنسميهم أسيمتوماتيك، لأنه فعليا على الأقل يعني في دراسات بين 22-30% من المرضى كانت أعراضهم لا تذكر، لدرجة أنه فكروا حالهم أسيمتوماتيك، يعني يمكن بس بعد ما تعصروا بالسؤال يقول لك كان عندي كحة بسيطة جدا أو شوية مناخير مسكرين أو حسيت حكي بالحلق.
فاذا عندك 22% ممكن يكونوا هيك. طب ما هم هذول نسبه برضه لا باس بها، وهذا انا بحكي لسه عن الاسيمتوماتيك. هسه ضيف عليها عندك حوالي 30 ل 40% عندهم كحه بدون حراره، واحنا شغالين في اونتاريو الان سعال وحراره مع بعض. طب انت معناته بتمسك 30 ل 40% من الحالات بس. فاذا كل حاله بقابلها 1.5 مقابلها انه احنا مش مشخصين، وهي حتنزل المورتاليتي ريت للنص، لانه المقام اصبح عندك الضعف لو ان كنا مشخصين هاي الحالات، وممكن يكون اكثر من هيك كمان. يعني لو بدي اقارن بالفحص، عندي شويه ارقام بس جهزت على اساس الواحد يكون متذكر يعني شو يعرف يقارن بالضبط. كوريا الجنوبيه سكانها 51 مليون، تم فحص 189 الف شخص، هذا الحكي لحد اول امبارح. نسبة المفحوصين لكل مليون نسمة 3692 شخص من كل مليون نسمة، هاي أعلى نسبة في العالم، 3692 من كل مليون شخص. بالمقابل إيطاليا فحصت 826 لكل مليون شخص، أونتاريو فحصت 1822، يعني إحنا لسه نسبة الفحص عندنا أعلى من إيطاليا، فإحنا فعليا وضعنا نسبيا كمان كويس كأونتاريو. كألمانيا تقريبا 2409 لكل مليون شخص، برضو كانت من الدول اللي فحصت كثير. فاللي طلع معنا في كوريا الجنوبيه لانه فحصوا ناس كثير اللي هم مايلد سيمتومز او حتى اسيمتوماتيك، طلع عندهم نسبه الوفيات من الكورونا تقريبا 1.1%، اللي هي ستيل 10 اضعاف الانفلونزا، بس مش نسبه عاليه مثلا مثل 9% في ايطاليا او 7.7% في ايران. ما هي ممكن تكون برضو 9% في ايطاليا فعليا مش 9%، ويمكن تطلع عن جد انت لو فحصت عدد اكبر من السكان تطلع 3%. هو السيستم انكسر عندهم من كثر عدد الحالات، مش لانه نسبه الوفاه عاليه جدا. يعني بصير تنظر لها، طبعا هذا سبيكيوليشن، ممكن نعم ممكن لا، ولكن بدون ما يكون عندي فحص دقيق واعرف كم نسبه المرضى فعليا وكم نسبه الوفاه من المرضى الحقيقيين، لانه ما بيعنيني المريض سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك، انا بيعنيني كم واحد بيموت من اللي صابوا المرض، سواء اطلع اعراض او ما اطلع اعراض. هيك بقرر سياستي انا، هل بحاجه لحجر اكبر مش بحاجه، هل بحاجه اعمل منها مشكله كبيره ولا لا، هل بحاجه اسكر مدارس ولا لا، مين اللي بينصاب اكثر، مين اللي بيحمل المرض اكثر. مثلا في كوريا الجنوبيه، نرجع نحكي عن كوريا الجنوبيه، نسبه الوفيات في اللي عمرهم فوق ال 80 8% اللي هي اعلى نسبه، اللي بين 70 ل 79 4.8%، يعني قريب من 5%، بين 60 ل 69 سنه النسبه بتصير 4%، يعني 4 في 1000، وال بين 40 ل 49 سنه تقريبا 9%، يعني 9 من كل 10000، بين 30 ل 39 12%، 12 في يعني ارقام بسيطه جدا. تحت ال 30 سنه 0% في كوريا الجنوبيه مثلا. الانفلونزا العادية عندهم بتقتل تقريبا 6%، فهذه الأمور كلها بتعطيك فكرة فعلا أفضل إيش اللي قاعد بصير، مين أكثر الناس المهددين بالخطر. إيطاليا مثلا نعرف إنه عندها 5476 وفاة، طبعا هذا الحكي بيتغير كل يوم، يعني الأرقام اللي عندي كلها من شهر 3، ولكن أي يوم بالضبط في شهر 3 مش مسجل عندي هون، لكن هذه الأرقام 90% منها في إيطاليا كان عمرهم فوق 70، 90% من الوفيات. الحالات اللي في أونتاريو عندنا 5 حالات وفاة اللي هي نسبتها 1.2% من حالات المشخصة، وإحنا لسه كثير ناس بنرجعهم ما بنفحصهم. عشان هيك بقولك ممكن هاي بالعكس ممكن تعطينا فكرة كويسة إنه إحنا إذا نص الحالات مش مشخصينها، معناته أنت لسه عندك نسبة الوفاة في كندا 0.5% من الكورونا، which is great. بعرف إنه 5 أضعاف الإنفلونزا، ولكن شيء رائع مقارنة بهاي الأمور. أونتاريو حالياً عدد المفحوصين آخر عدد كان 26,420، هم طبعاً بيحاولوا يفحصوا الآن حوالي 5,000 كل يوم، يعني هالأرقام رح تتضاعف بسرعة. والخمسة اللي توفوا 4 منهم أعمارهم فوق 70، فإحنا بنرجع نركز، معناته إحنا لازم نركز على هاي الفئة العمرية أكثر من غيرها، مش نركز على كل السكان. كيف تحمي هاي الفئة العمرية أكثر من غيرها؟ مستل بدنا نركز على التانين عشان ما يكونوا هم كمان كارير حاملين للمرض ويعدوا التانين، بس في نفس الوقت هي هاي الفئة العمرية اللي على مستوى العالم هي اللي متضررة أكثر شيء، اللي فوق 70. شغلة تانية، يمكن أحد مشاكل إيطاليا وهي اللي سببت برضو وفيات زيادة عندهم، إنه إيطاليا 23% من السكان فوق 65 سنة، بتحكي عن ثاني أكبر دولة يعني شعبها عنده شيخوخة، ف 23 تقريبا ربع السكان فوق 65. فلما نصيب المرض، إذا بده يصيب واحد من كل 4 بده يكون منهم، ونسبة الوفاة عندهم عالية، طبيعي يطلع عندك 9% حالة الوفاة في إيطاليا.
هاي باختصار. بس برضو دكتور يعني بدناش بدناش ننسى انه كوريا الجنوبية نظامها الصحي من افضل انظمة الصحية في العالم يعني هذا نعم 94% من مستشفياتهم خاصة كوريا الجنوبية، الحكومة لا تملك الا 6% من مستشفياتها، فالقطاع الخاص معني انه يكون في عنده تنافس وخدمة افضل، مع وجود طبعا تأمين، لانه احنا عملنا قطاع خاص وما في تأمين مليح الناس حتتبهدل، هيك اللي ما عاد يموت، بس عندهم تأمين كويس ومستشفيات كويسة. طيب دكتور سوري تفضل. هذا موضوع اخر دكتور احمد، في بيننا احنا موعد على انه نتكلم فيه موضوع الـ الـ النظام الصحي القطاع الخاص والتأمين، هذا لاحقا غير هذا حكينا فيه قبل هيك وقلنا انه حيكون في لنا لقاء انا وياك الدكتور جمال في الموضوع. اكيد في عندنا بعض الاخوه اللي كاتبين بعض التعليقات معظمها شكرا واهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم اسعد الله اوقاتكم، اهلا وسهلا في رنا التميمي بتسال مش متاكد شو تاريخ الارقام اللي حكيت عنها دكتور حكى تفضل. ارقام انا شفت السؤال، ارقام اونتاريو اللي بصير انه من امبارح كان 26420 هاي رايت لامبارح لكل اونتاريو. الرقم 8000 ما بعرف منين اجى لانه احنا في كل اونتاريو 26420 امبارح مش لقيتها. بيرفكت. طيب دكتور السؤال اللي بطرح نفسه الان على ارض الواقع، هاي الاجراءات اللي تم تعميمها والتعليمات اللي تم توجيهها، هل ستنفذ بحذافيرها من قبل الجميع ولا حيكون فيها طبعا ناس تنفذ وناس لا وحسب اللي موجود عندها؟ يعني انا صراحه سمعت انه في عندنا عدد كبير من النيرسز اللي هم كونتراكتس وهدول بتعرف صاروا يخافوا على حالهم، فهل في توقع الطلاب السعوديين الموجودين في كندا هدول الأطباء هل ممكن انهم يرجعوا لبلادهم تطلبهم بلادهم، فهل تتوقع هذا يصير او لا؟ هو اللي بصير عندنا ان احنا اصلا عندنا نقص بالاساس في الكوادر الطبيه. رقم اثنين بالصوت في صوت في الباك جراوند؟ لا مش من عندي، من حد ثاني. من عندك دكتور؟ لا دكتور مش جمال الان اختفى. اوكي النقص اللي موجود عندنا موجود بالاساس، والعدد الموظفين اللي عندنا يمكن ححكي شغله برضو كثير ناس ما بتعرفها، من 2013 من ايام الليبرال في اونتاريو طلع قرار ما يتعين اي طبيب جديد في اي مستشفى في اونتاريو الا محل واحد مات او تقاعد او ترك عمله، يعني الرقم ثابت لانه ما في فلوس. باختصار ميزانيه الدوله لا ما بتتحمل ترفع ميزانيه الصحه اكثر من هيك، فعدد الاطباء من 2013 ثابت في المستشفيات، ممكن نشوف دكاتره اكثر بالكوميونتي موضوع اخر، لكن في المستشفيات اللي براتب من 2013 ما زاد ولا واحد وبكل التخصصات. نيجي الان للتخصصات اللي انت بتحتاجها، الان بتحتاج الان تنفسيه، تحتاج انفكشس ديزيزز اللي هي الامراض المعديه، تحتاج اخصائي اي سي يو وجماعه العزل، ومعهم بدك كادر تمريضي مساند، ومعهم عندك الار تي اللي هو ريسبيراتوري ثيرابيست اللي هو يمكن تقني تنفسي او معالج تنفسي بسموه، لان هذول اللي بيشغلوا لك الفنتيليترز وبيتابعوا المريض من ناحيه تنفسيه. اذا عندك العدد الان بكفي الموجود بدون وباء، هذا اذا افترضنا انه بكفي الموجود، وانا اعتقد انه اقل من اللازم، ولكن لو افترضنا انه بكفي الموجود فمع اي وباء جديد العدد ما حيكفي، حتضطر تزيد الورديات تبعتهم وتشغلهم اكثر، انه يلا اوكي تعال حالك بدل 8 ساعات خلي الورديه تبعتك 12 ساعه. في ناس بتوافق ما عندها مشكله بتساعد، بس ما ننسى برضو اذا كان زوجين في القطاع الصحي، واحد طبيب والثاني مش شرط يكون طبيب، ار تي ممرض اي حد ثاني بيشتغل في المستشفى، مين بده يتابع اسرتهم؟ مين يعني في عندك امور برضو ما تعتبرها ناس، انه هذا بالنهايه اب وام، هذول اللي بيشتغلوا عنده ممكن يكون حتى والده اللي بده يروح يتني فيه في البيت، ففي حد ليميت معين لكم هذه الناس بتقدر تضحي وتضلها في الشغل اكثر. اضف الى ذلك بقائهم في العمل بيزيد نسبه تعرضهم هم للفيروس، وبنحطوا بعدها بحجر صحي، وبعضهم على فكره نحط بحجر صحي لانه بيستنى نتيجه الفحص تبعه. من الغلطات البيروقراطيه اللي ححكي عنها انه بعض الاماكن لفحص الكورونا ومش كلها كان المفروض تعطي اولويه للاطباء والتمريض وكل العاملين القطاع الصحي بالفحص، بما معناه مش ان انا بدي اعطيه دور قبل غيره، بنفحصه بصفه على الدور عادي، ولكن عينته بتتمرر في الجهاز اسرع
لانه اذا ما تمرض في الجهاز اسرع وانتظر المريض 10 ايام لاسبوعين تطلع النتيجه، لحد ما تطلع هو ممنوع يباشر عمله. طب ما انت هذا اللي انت محتاجه في حاله الجائحه، انت هذا اخر واحد بدك يضل في البيت. انا بعرف دكتوره فاميلي ميديسن في الايست اند صار لها 11 يوم بتستنى نتيجه في بيتها. وعلى فكره في بيتها ضيف عليها شيء ثاني، اغلب الفيزيشنز عندنا في الكوميونتي ار في فور سيرفيس، يعني ما عندك انت راتب اصلا، بتمرر كارت المريض بتاخذ عليه فيزيت، ما مررت كارت ما بتاخذ فيزيت، فهي في البيت ما بتاخذش ولا دولار على اي فيزيت لانه ما بتشوف مرضى. عيادتها اجار العياده شغال، بتدفع لك 3000 ل 4000 دولار اجره عياده، راتب الممرضه اللي عندها مضطره تخليها شغاله، اللي مش معقول تقولها انت اجازه بدون راتب لاني انا محجوره. هاي بتعمل بيردن على المؤسسات الصغيره، على العيادات الصغيره، وعلى كل البزنسز اللي الان ممكن تسكر بسبب النون اسينشال. دكتور بس يعني تصريح الحكومه انه هذه المفروض انه راتبها حتاخده كأنها شغالة يعني أبداً هتعوض. اللي بيشتغل براتب في المستشفى ممكن يعملوا معاه هيك، اللي بيشتغل في الكوميونيتي we have nothing. نقابة الأطباء لا تزال تفاوض الحكومة الكندية على شو النسبة من راتبك أو دخلك اللي كنت تعمله ممكن يدفعوها إلك، ولا يوجد اتفاق حتى الآن. حتى الآن لما بتسكر بتروح على البيت دخلك زيرو ومصاريفك شغال. هاي من المشاكل اللي بتواجه الآن العيادات، دخلك صفر، حتى ما عندنا إجازة مرضية. أنا لو أمرض هلأ أتكسر حادث السيارة وأنام شهر في البيت دخلي صفر، الحكومة لا تدفع لك ولا دولار. أنت تعمل كأنك بسموك كونتراكتر، أنت كونتراكتر مع الحكومة، تيجي على عيادتك بتشوف مريض بتاخد عليه، ما شفت مريض ما بتاخد شيء. طيب هاي مجموعة المشاكل اللي إحنا بنحكي فيها الآن والتحديات خليني أسميها والنواقص اللي موجودة بتفرض علينا انه يكون في عندنا اجراءات مشدده عند المطارات، تبكير في صح. موضوع الحجر، لكن انا اللي شفناه انه المطارات حتى هذا اليوم في اخبار بتوصل انه المطارات ماشيه بشكلها الطبيعي الروتيني التقليدي. انا اجيت من شهر ونص، الاسئله كانت انت كنت في اوهان ولا لا، ما كان في اي سؤال على انك احتكيت مع حدا كان موجود مثلا في دولة فيها مشاكل بالكورونا، السؤال أسئلة طبيعية وخلاص وانتهى. أنا أشوف التقرير بتاريخه من 20 مارس يعني قبل 3 أيام، مقابلات مع الناس اللي جايين في المطارات بيحكي لسه الوضع مثل ما هو، أسئلة عادية روتينية. طيب يعني اوكي احنا في عنا اشكال، في عنا نواقص، في عنا وضع الان ما كنا مستعدين له. طب الحكومه لما بتخلي المطارات زي ما هي والحجر بيتم بعد كثير من الدول اللي يعني او بعد بعض الدول اللي وضعنا احنا مور كريتيكال ذان ذيم، يعني الان انا هذا بيعطيني، انا كمواطن موجود هنا بيعطيني انديكيشن انه الوضع تحت السيطره، الوضع الهدوء هذا يا إما جهل، ولا أظن أنه يعني حنكون إحنا أكثر فهما من المختصين والمسؤولين في الموضوع هذا في معرفة الوضع، أو أنه لا الوضع تحت السيطرة وهم بيشتغلوا بناء على يعني منهجية محترمة هادئة ومنضبطة وتحت سيطرة كاملة. أوكي. هجاوبك على السؤال. في عندك هون على طريقة الفقهاء مذاهب، فحتى أوكي. في البابليك هيلث في اختلافات، يعني ممكن لو تحكيها لأخصائي بابليك هيلث يقول لك هاي الإجراءات الكندية سخيفة وتعبانة ومش ماخذين الأمور بجدية، تحكيها لبابليك هيلث ثاني من نفس الجامعة خريجين هقول لك لا هاي إجراءات رائعة وهذا هو المطلوب، بيعتمد كيف تنظر للموضوع. أنا رأيي الشخصي لو بإيدي المطارات الدولية لازم تغلق، حتى لو لعودة الكنديين اللي عايشين برا، لأنه المفروض أنا بعطي الكندي اللي عايش برا مثلا مهلة أسبوع تفضل ارجع، ما رجع والله لسه بده يحضر حفلة عرس ابن أخوه في لبنان ولا في دولة إكس وواي حتى ما يتهم بتهم دول معينة، لا ممنوع. يعني ما بينفع إنه أنا كدولة معطيش مواطني اللي برا اللي حابين يرجعوا مهلة خلالها لازم يكون راجع، الحدود لازم تتسكر يعني الإغلاق الكامل ضروري. الشغلة الثانية، أجا حد من برا بغض النظر جاي من وين، في سكرينينج كويستشن، هل انت ضامن سكرينينج كويستشن انه هو يجاوب عليه صح؟
ما هو عارف حاله حيروح على الحجر إذا جاوب صح. في ناس حتكذب، مش كل الناس محترمة يعني للأسف. فأنت يا إما تغلق المجال الجوي يا إما بتخليه مفتوح، ومثل ما عملت بعض الدول إنه من المطار مش حنوع على الحجر. مشكلتك برضو بالحجر، هل أنت عندك أماكن كافية للحجر؟ أنت ما حتحطهم زي بعض الدول في مدارس وتسكر عليهم، بحطوا في كندا مثل ما عملوا مرة في قاعدة ترينتون الجوية وحطوا في فنادق. لو أنت بدك تجيب لي كل يوم 10 رحلات دولية، بس 10 رحلات كل طيارة فيها 300 شخص، هي 3000، لو على أسبوع هي 20000، منين بدك تحط لي 20000؟ مين حيدفع هذا الكلام؟ فإذا أنت ما معك تدفع، وهذا هو السبب الرئيسي إنه ما بحطوهم بالحجر، فيش فلوس باختصار. لأنه أنت لو حطيته بالحجر بدك 14 يوم، لو حاطه بتكلفة موتل $100 باليوم و $50 أكل، هاي 150 ضرب ال 14 تطلع معك على الأقل 20000 دولار على الواحد. فبدك أنت تضربها في أرقام بالآلاف بطلع عندك مبلغ بالملايين. فأنا ليش أصلاً أوجع راسي بهيك موضوع؟ أنا بسمح للمواطنين الكنديين حقه كمواطن كندي دولته تدعمه وترجعه على البلد، لكن ضمن فترة زمنية معينة منطقية، مش حعطيه 48 ساعة، أعطيه يا أخي أسبوع، أعطيه أسبوعين. بس بعد هيك اللي ضل في المكان اللي هو فيه ما يلوم إلا نفسه، مشكلته إنه يعني ممكن أصلاً المكان اللي هو فيه أأمن من كندا، يعني مش شرط برضه إنه إحنا رامينه بالنار يعني، بس هو بالنهاية القرار إله. هو حب يرجع في الوقت أهلا وسهلا، ما حب يرجع في الوقت مشكلته. الشغلة الثانية إنه المطارات كلياتها حتى الطيران الداخلي لازم يكون مينيمايز برضو لأشياء، يعني مثل ما أنت بتقول تطلعش تختلط بالناس. الطيارة من أسوأ أماكن اللي أنت ممكن تسافر فيها هي والقطار، لأنه أنت الجو محصور. التهوية صح بتبدل الهواء جوا الطيارة، لكن بتبدل من هوانا كلنا وبرجع لنا، يعني أنت بتنشر قاعد المرض بصورة أسوأ داخل الطيارة. لازم يكون في طرق تبديل للهواء، بعرفش اذا هم ماشيين كلهم على نفس ستاندرد ولا لا، كم عدد لفاتها بالساعه لها، يعني احصائيات انه كل ما يزيد عدد السايكلز بالساعه انت كم بتشيل من الفيروس داخل الطياره مثلا. بس يعني القطار ممكن تفتح الشبابيك. الطيران نفسه مأساة من هاي الناحيه، انه حتى داخل كندا انت مش عارف مين حامل المرض، وخصوصا بالذات اللي تحت الثلاثين اغلبهم بيكون اعراضهم بسيطه جدا. فانت مسافر تزيد نسبة الناس اللي بيمرضوا، وإن أفرج كل واحد بيعدي حوالي 4، واللي بالطيارة مش بس حيعدي الكرسي اللي جنبه، زي ما حكيت الهواء بينتقل في الطيارة كلها. حتى لو قال لك إنه نظام التهوية بالطيارة عمودي، يعني بنزل الهواء بيطلع زي هيك بس خلص، يعني مش طريقة يعني فاعلة أبدا. فبرأيي هاي إذا أنت قاعد بتسكر محلات وبتقول نون إسينشال، you need to limit the non essential flights وتخفف منها كثير، يعني لشو الناس نازلة تسافر بين الولايات الكندية بالطيارة. ففي اجراءات فعلا هي فيها مقص. السؤال الان مين بيحدد اجراءات الطيران؟ يعني انت هنا بتدخل في موضوع فيدرال اكثر من هو بروفينشال، وبتدخل بتاثير اللوبي تبع الشركات الكبيره، وهل بدك اير كندا تفلس وبدك ويست جيت تفلس، شو بنبني على هذا القرار احنا لو وقفنا الطيران؟ كل هذا بدخل فيه اعتبارات اخرى سياسيه. فانا دائما بقول الببليك هيلث هو اللي بيعطي ريكومنديشن للحكومه، ولكن اي قرار حجر او منع او اغلاق او وقف طيران هذا قرار سياسي بامتياز، بتطلع فيه على التكلفه مش بس حياة الناس، بتطلع فيه على الثمن الاقتصادي تبع البزنسز، بتطلع فيه على الثمن الاجتماعي، بتطلع فيه على الثمن السياسي للانتخابات الجاي، بتطلع فيه على كل هاي الفاكتورز. مش الشغلة بس انه والله كم واحد حيموت وحنحاول ننقذ حياتهم، لا مش هيك الموضوع، فيه مالتي فاكتوريال، والسياسي دائما بيفكر في كل هاي الفاكتورز. بس طبعا لما يطلع التلفزيون يحكي قدامك ما حيجيب سيرة هاي الفاكتورز، هو حيطلع دائما يطمنك وانه انت صحتك اغلى ما نملك والانسان اغلى ما نملك، بس وقت القرار في عنده فاكتورز ثانيه ومعاه حق فيها برضه، مش كلياتها غلط. يعني انه انا لو واحد حكى لي مثلا ليش ما نبني مستشفيات زي الصين في 10 ايام، بلاش 10 ايام، في شهر، ليش هو انت عندك فلوس تبني هيك مستشفيات؟ اذا هم حتى يبنوا المستشفى جديد في اوتاوا وينقلوا من محل فحصلك التربه وتاكد انه كم نسبه مش عارف الكيماويات والسماد الكيماوي فيها ونسبه نقاء الجو. احنا مشكلتنا بالستاتس كوا في كندا والبيروقراطية، انه صعب جدا تحرك شغلة هيك بسرعة. هاي بتصير في الدول اللي فيها سيطرة ودول شمولية، انه القرار بيطلع من فوق، خلاص ابني مستشفى من المستشفى المناسب، مش مناسب بيعنينيش، ابني مستشفى بدي اياه يطلع، خلص هيك بيعمل. بس بطريقة كندا ما راح يزبط. الشغلة الثانية، منين حتجيب انت اطباء لهاي التخصصات تحديدا فجأة؟ يعني الان ما في دولة في العالم حتبعت لك من اخصائيتها يساعدوك، لانه الكل بالهوى سوا. يعني لهي التخصصات ممكن يكون عندك كثير فاميلي فيزيشن بيستنوا يترخصوا في كندا من المهاجرين، بس مش شرط يكون عندك كثير من هاي التخصصات، وما حيعطي الترخيص فجأة بس لأنه محتاج. يعني الموضوع أعقد من أنه كندا تعمل مثل الصين فجأة 10 مستشفيات ونشوف. والشغل الثاني التكلفة، فعلا يعني تكلفة إنشاء مستشفى هنا مش مثل تكلفة إنشاء مستشفى للصين للحكومة الصينية.
والمعدات نفس الشيء. احنا مثلا ما جبناش سيره المعدات الثانيه، الفنتليتر، الفنتليتر الواحد بيكلف حوالي 50,000 دولار. الان عشان تجيب فنتليتر بدك الفنتليتر المصنع يصنع لك اياه. طب اذا انت بدك توصي فجاه على 1000 فنتليتر او 10,000 فنتليتر، مستشفى المصنع ما عندوش اصلا يعطيك، حتى لو انت قلت له هسه بدفع لك كاش ما في، منين اجيب لك؟ هاي بدها فتره اعملها، غير انه غيرك موصي كمان على 100 و200 و300 قطاعي. فما في يعني هاي الامور مشكلتك في الجائحات ما في لها حل صدقا. يعني بغض النظر ان انا صح بلوم الحكومه الكنديه على كثير امور ونقاط ضعف خلل هنا وهناك في التعاطي في الربط بين الهيئات، انه والله الطيران المدني مش داير لحاله، والبابليك هيلث ماشي في حاله، والمستشفيات لحالها، والعيادات ماشي لحالها، واللي بيفحصوا في الكوميونتي قاعدين ماشيين لحالهم. يعني هاي بدها ربط اكثر من هيك. ولكن للتحضير ما في دوله في العالم بامكانها من الدول الغربيه على الاقل اللي فيها بروتوكولات اني انا يعني اكون جاهز لاي وباء في اي لحظه. لانه لو انا حضرت مثلا وعندي فلوس اشتري، يعني شوف انت 50,000 دولار للفنتليتر، لو جبنا 1000 بيطلع 50 مليون. 50 مليون دولار مش راح تكسر حكومه كندا، يعني مش هالرقم بالاخير تافه. ولكن ال 50 مليون دولار انت ما راح تيجي تكبهم، يعني ما راح تجيب انت 10,000 فنتليتر جديد وتحطهم بالمستشفيات، والله يمكن يصير عندنا وباء بعد 10 سنين. طب ما هو ممكن يخرب في المخزن، يبدوا يعمل له صيانه. وبعدين عندك ال 10,000 فنتليتر، طب الفنتليتر بتعطيه للمريض يعني هو بيستنى بغرفه الانتظار، ما بده غرفه اي سي يو. طب بدك تبني اي سي يو جديده؟ بدك تخليها اي سي يو مبنيه لجنب على اساس لو صار عندنا وباء حنستخدمها؟ ما في دوله بتقدر ترمي فلوسها بهي الطريقه. زائد الاي سي يو هذا مش بده ممرضه على الاقل كل 8 ساعات 3 شيفتات، وبيكون هاي عاده بسموها 1 اون 1، يعني ممرضه واحده لكل مريض، مش حتكون هاي مثل قسم عمومي وطفولي وكلياتهم رضع كل واحده ماسكه 10 اطفال، لا، حيكون عندها كل مريض ممرضه لوحده، فانت بتحكي عن 3 ممرضات على الاقل باليوم، وطبيب متخصص بالاي سي يو، وار تي متخصص لكل فنتليتر، ولها تخت، والتخت له مكان في غرفه. هاي غير التكلفة المادية، استحالة to maintain this على أساس أنه والله يمكن بعد 10 سنين يجينا وباء ونكون مستعدين، ما حد بيشتغل هيك. وهاي لو أجينا إلها على فكرة هنفتح موضوع، بحب دائما الإحصاء حتى الناس تأخذ فكرة، كم فنتليتر عندنا في كندا كلها كوست تو كوست؟ 5500 فنتليتر، منهم طبعا فنتليتر مقسوم إشي للأطفال وإشي للكبار، يعني ما فيك برضو تاع الأطفال تستخدمه للكبار، يعني أنت كمان عندك هاي المحدودية. طب 5500 هم بيقيسوها في دول العالم حتى يقارنوا دول العالم كم عدد الفنتليتر لكل 100,000 من السكان. فعندنا كندا حوالي 15 لكل 100,000 من السكان. طب نطلع على دول ثانية نشوف إذا احنا تعبانين ولا مش تعبانين. أمريكا 34 لكل 100,000، يعني 3.5 أضعافنا. إيطاليا 12.5، بريطانيا تقريبا 6 وشوي، الصين 3 وشوي. فانت بتحكي عن اعداد لسه اقل، ومع هيك ما كان وضعهم اسوأ، يعني منهم اغنى منا، بريطانيا دخلها اغنى من كندا، فحتى مش مربوطة كمان بالغنى حتى داخل كندا. انا بصراحة لما كنت بطلع ما كنت بعرف المعلومة، فكنت من جوا عقلي يعني بطلع اشوف الولايات الكنديه شو وضعها اشابها ولا لا، ففي راسي انه اكيد البرتا حتكون اكتر واحدة فيها مثلا على الغنى. فطلع فعليا لا، انه كندا الفنتليتر 15 لكل كندا، اونتاريو 16 فاحنا اعلى من الافرج الكندي، كيبك 15، ساسكاتشوان 23، نيوفاوندلاند 24، والبرتا حوالي 8 لكل 100,000. فطلع عنده انه احسن محل لو لا سمح الله تصيبك كورونا وتنام بمستشفى هو نيوفاوندلاند، عندهم 24 لكل 100,000 فنتليتر. ونرجع نحكي الفنتليتر لحالها مش كفاية، بده يكون عندك طاقم طبي ديرة، بده يكون عندك غرفة. فهم بيطلعوا عادة على إشي تاني اللي هو عدد أسرة العناية المكثفة. عدد أسرة العناية المكثفة لكل 100,000 في كندا 10. فلاحظ عندنا 15 فنتليتر و10 أسرة، فالفنتليتر مرة ونص عدد الأسرة، لأنه بيحسبوا أنه ممكن تخرب تكون بالخيانة إلى آخره. زائد اللي بتكون شغالة ممكن تحطه أنت في غرفة مريض عادي وتحط عليه الفنتليتر في الحالات الشديدة. بس انه ستيل في عندك ليمت، يعني ما عندك عدد ضخم جدا للتعطيل. أسرة العناية المكثفة زي ما حكينا هم حوالي 3700 في كندا، اللي هي 10 لكل 100,000. اونتاريو 8.6 في 10، يعني وقت الأسرة احنا اقل من الافرج الكندي كأسرة. كيبك 11، البرتا 10، ساسكاتشوان 10.5، ونيوفاوندلاند 19. ف
عندنا عدد محدود الان. هاي لو بدي احكي عن شغله الان الأسوأ سيناريو ممكن احنا نتعرض له، بدي احكي عن شغله بالارقام بطريقه اخرى. اذا انا عارف انه عندي 5000 ل 5500 فنتليتر، كم مريض نحتاج عشان يتدمر الوضع عندنا على الاخر؟ يعني احنا عندنا حاليا في كندا تقريبا 2100 حال تقريبا، 5% في احسن الاحوال 5% من مرضى الكورونا حيحتاجوا فنتليتر، في دول وصل عندهم 10%، لأن كله يعتمد كم الأعمار، كل ما يكون فوق 70 حصل النسبة أعلى. فلو أخذنا على أحسن تقدير 5% بس، 5% بدك تتذكر أنت إنه الفنتليترز اللي موجودة أصلاً عليها مرضى مش كورونا، يعني الحياة مش كلها كورونا، الحياة لسه مكملة والأمراض الثانية شغالة فينا يعني. فلو أعطينا نص الحالات ونقول لك أنت لازم تخصص للكورونا ربع اللي عندك، لا أنا بدي أعطي نص اللي عندي، هخلي المرضى الثانيين ما لهمش هالأهمية. فإذا نص الفنتليتر اللي عندي هستخدمها يعني حوالي 2500 بكفيني يكون عندي 50 ل 55000 مصاب كورونا عشان ال 2500 احتاج استعملها. يعني لو وصلنا احنا ل 55000 مريض في كندا حيكونوا 2500 منهم على الفنتليترز، والافرج على الفنتليتر بضل 8 ايام ليصحصح او يودع ويفضل فنتليتر لواحد بعده. فاحنا هاي الكارثة انه احنا 50 ل 55 ألف، هذا هو الرقم اللي ممكن يعمل كولابس للهيلث سيستم كله. احنا الان على حوالي 2000، ال2000 رقم بعيد جدا عن ال50 ألف، ولكن اذا صار انتشار سريع للمرض بانه الناس اهملت كل النصائح اللي انعطت لها واستهانت في الموضوع، احنا هذه ال2000 بالنهاية ممكن تصير 8000 خلال اسبوعين و32 ألف في الاسبوعين اللي بعده، وتصير 64 ألف. فهذا هو الواقع. طيب دكتور، هذا بقودنا لموضوع الحجر. موضوع الحجر بدأ تأخر أو ما تأخر، هذه الآن محل نقاش. إجراءات الحجر، اليوم إحنا بنحكي عن حجر للمنازل، الناس في منازلها بتطلعش إلا بالضرورات، وطلع رئيس الحكومة اليوم بيتكلم عن يعني احتمال تتخذ الإجراءات الشديدة في إجبار الناس على تطبيق الحجر. أول شيء السؤال اللي بيطرح نفسه في البداية، إذا كان أنا في عندي تساهل وسيولة بالناس اللي بيجوا من المطارات وبالأخير هيحتكوا بأهاليهم في المنازل، فأنا فعليا يعني بشوف في عندي ثغرة هون، فهل أنت شايف هاي الثغرة ولا لا؟ الشيء الثاني، الحجر والإجراءات اللي الناس لازم يطبقوها، يعني لأي حد الناس تكون موجودة في بيوتها، يعني احنا في بيوت في دول عرفنا انه خلاص حتى اللي بيطلع من بيته، يعني انا بحكي عن مثلا الاردن، الحظر الان موجود في الاردن، فيه قرارات رسميه اللي بيطلع بيسجن لمده سنه، وما بيطلع الا الناس اللي معهم بطاقات معينه بتعطيهم اياها الحكومه من اجل خدمه العالم بمهمات معينه، مش كل المهمات ولا كل الاعمال. الان احنا هذا الكلام مش موجود عندنا، ما بنعرف إذا راح يطبق بالطريقة هاي أو لا، لكن الآن بناء على الوضع إحنا عندنا ناس مثقفين والوعي اللي موجود في كندا أتوقع إنه الحكومة بتعتمد عليه بشكل كبير جدا. طب كناس وكمجتمع وكأفراد مثقفين نحجر نفسنا بنفسنا، نعضع على أنفسنا إجراءات بأنفسنا، شو هو الليفل اللي نوصله؟ فأنا سؤالي متشقين، أول شيء وجود حجر مع سيولة في المطارات، الثاني إحنا بالنسبة إلنا إذا بدنا نتصرف ونأخذ المبادرة من أنفسنا على أنفسنا كيف نتصرف في الحجر؟ والسؤال أول فعلًا، يا بتعمل أنت حجر كما يجب يا ما في داعي، لأنه الحجر إذا في ليك أنت فعلًا ما في حجر. فبرأيي إذا بدك تعمل حجر بدك تطلع على كل الأمور مجتمعة، وهاي هي مشكلتنا، رجعنا لما يكون عندك مالتيبل إيجنسيز كل إيجنسي ماسك شغلة وبدك حدا يجمعهم كلهم على نفس الطاولة حتى يقرروا مع بعض، هاي من مشاكل البيروقراطية في كندا. إن الببليك هيلث ما بيمنع حد، الببليك هيلث
بعطي توصياته لوزارة الصحة، وزارة الصحة تعطي توصياتها في المجلس الوزاري تبع المقاطعة. المقاطعة بده بعدين يتشاور مع اللجان الأخرى، بده يتشاور من ناحية أمنية شو الوضع، يعني من ناحية حتى علاقات سياسية مرات بتحكم أنا أوقف طيران مين وأخلي طيران مين، مش كله بيكون صحة عامة، في أشياء تدخل فيها حتى البوليتكس. فهذا كله كيف تعمله؟ هاي بترجع للسياسة، والسياسة إحنا غير مطلعين على نقاشاتهم لأنه ما راح تطلع لنا للببليك. بس فعلاً إذا بده يصير حجر بدرجة أقوى، فالأولى النزيف اللي بصير عن طريق المطارات يتوقف، أولى كله حل من ناحية الحجر الفوري من المطار 14 يوم وبعدها تروح البيت. الشغلة الثانية، الحكومة مثل ما تفضلت بتعتمد كثير على وعي الناس. السؤال حتى لو كان نظرياً وعي الناس عندنا أكثر من دول ثانية، بس هل هو كافي؟ يعني احنا شفنا المحلات كيف نفضت من التويلت بيبر ومن اشياء كثيره بالاسابيع الماضيه ولحد الان، فما بالك لو اعلننا انه بكره في حظر تجول كامل في كندا، شو حيصير بالثمان ساعات قبل حظر التجول في كوسكو في وولمارت في مترو في كل المحلات؟ وهي من الاشياء اللي انا انتقدتها مثلا في الاجراءات اللي حصلت في الاردن، انه بلغوا قبل تقريبا يعني ظهر اليوم اللي قبله على ما اذكر. انت اذا عملت هيك في كندا كافي، لانه ببساطه الناس حتهجم على المحلات، اللي ما انعدى حينعدى. يعني انت خليت الناس تطلع ومعذوره، لان انا عارف حالي حفوت على حظر تجول اسبوعين او شهر، إيه لازم يكون عندي احتفال. السؤال الثاني، كيف حيتنفذ الحجر؟ هل هذا المنع تجول تقدر تعمله مثلا انت في كندا وتخليه شهر كامل؟ السؤال كم المده اصلا؟ مين حكى انه شهر؟ في ناس حقول لك اسبوعين بكفي لانه المرض بعدي خلال 14 يوم. طب ماشي، ما اذا المرض بعد خلال 14 يوم وانا اهل بيتي حدا فيهم عديته في اخر الفتره باليوم ال 13 او ال 14، هو نفسه بده 14 يوم تيعدي. فانت بدك تو سايكلز من العدوى، يعني بدك حوالي 28 يوم يكون الحجر كامل. 28 يوم في كثير ناس ما عندها حتى مكان في بيتها تخزن اكل او اشياء ل 28 يوم، خاصه اللي عنده اطفال كثير، مش كل الناس عندها شخص او شخصين في البيت، ممكن يكون 6 7 افراد في البيت. مدينة ووهان قاربت على 60 يوم. طيب فإذا عملنا هيك 30 يوم بالنهاية الناس ما حتقدر تخزن كفاية. السؤال، إذا حد مثلا في خلال هذا الحجر نقص عنده أكل وضروري، أو نقص عنده دواء، أو نقص عنده أي شيء ضروري للبيت، مين حيتصل؟ يعني حتصل على 911 ويجيبوا له إياه دليفري مثلا؟ ما المحلات مسكرة، كلهم مسكرة، شو حتعمل فيهم؟ هل حتفتح ساعتين مثلا في كل كم من يوم؟ رجعنا نفس المشكلة، الكل حيجمع المحلات حيختلطوا مع بعض مرة تانية. الشغلة الثانية، هل حتعطي تصاريح انه اذا انا بدي اروح على الطوارئ لانه ابني عمره شهرين وعنده حرارة، مش معقول اخليه في البيت ويطلع عنده التهاب سحايا ويموت؟ هل مسموح لي اروح على الطوارئ فيه، ولا لازم اطلب مثل بعض الدول امبلانس؟ ولكن انت تطلب الامبلانس وهو بيجي عليك وبيقرر الحالة بدها طوارئ او لا، هم بياخذوه على الطوارئ. طب اذا عندك انت عدد امبلانسات يا دوب يكفي الحاجة اللي عندك الان، إذا صار كل واحد عنده ألم في البطن، ولا واحد بلش عندها الطلق، ولا واحد صار عنده وجع في الصدر ممكن يكون عنده احتشاف عضلة القلب، أو واحد طفل صغير عنده حرارة، أو واحد طفل عنده إسهال وصار قرب يصير عنده جفاف، أو واحد عنده كحة شديدة، يعني مش بس كورونا عندنا. فبالتالي شو حيصير ضغط على الأمبلانسات؟ يعني حيصير عندك ناس ممكن يستنى ساعتين في بيته لحد ما يجي دور، إنه والله في أربعة قبلك موصين نوديهم على تشي وعلى السيفيك، بعدين بيجي دورك. فممكن تعمل حالة فوضى، يعني حتى هذا إذا قرروه ما عنده مشكلة معاه، بس يتقرر بطريقة صح، يكون معروف شو راح ينعمل في هاي الحالات، شو الإجراءات اللي بتكفل إنه يتم بسلاسة، شو الإجراءات اللي بتكفل إنه الناس يكون عندها كفايتها من المواد الغذائية بدون تخزين، وبدون برضو إنه الناس تضلها بتجوع، لأنه مش منطقي تقول لي ضلك بتجوع عشان تعيش، مش حتزبط، أو ضلك بلا دواء ضغط وبلا دواء سكر لأنه نقص عندك، أو ما فيش إنسولين أو إلى آخره. شو بدك تعمل في الأمبلانسات الصحي؟ هقول لك حتى وزيدك بدي اقاطعك دكتور معلش، وزيد من البيت شهر انه احنا في اوتوا خلال الشهر الماضي فبراير قبل ما يصير عندنا ازمه الكورونا كان عندنا 22 مره ليفل زيرو. ليفل زيرو للامبلانس معناه انه فيش امبلانس فاضيه، كلها قاعده في المستشفى بتستنى الدكاتره يستلموا من الامرجنسي 22 تايمز. صح، هذا بدون كورونا، بدون، ما انا بقول لك يعني، وبدون حجر صحي كمان وتسكير، فما بالك لو صار اغلاق. واذا اعطيت الناس تصريح انه انت خذ ابنك على المستشفى، طب شوف لي انت بعض الناس اللي ما عندها برضه احترام للقوانين، انا بطلع مع مرتي واولادي وحابين نطش شوي، اوكي، ويوقفني سياره الشرطه بقول له ابني عندي سهل رايح على الطوارئ.
واستل حنطلع نزور بعض ونقعد مع بعض. ما هي يعني اللي حيكسر القانون للاسف حيكسر، يعني لو شو ما تعمل انت حتى مع حظر التجول اذا اخذ فرصه لاي سبب وعذر منطقي انه يطلع، اللي بده يطلع حيطلع. فهي هي المشكله، انه بالنهايه بيعتمد في النهايه فعلا على وعي الناس. مهما حطيت من قوانين صارمه، اذا الناس مش لحالها فهمت انه صح، انا بقول لك الوضع، انا بالنسبه لي لحد الان شايف الوضع مطمئن في اونتاريو، 1 في 10 1 و1 في 10 او 1 و2 في 10% وي ار جود. وعلى فكره على تصنيفات الاوبئه احنا لسه مش في المنطقه الحمراء، احنا منطقه الصفراء، في عندك اخضر واصفر واحمر، فبس بعد ما تصل 2% ندخل بالحمراء. فاحنا 2% تدخل في الحمراء، احنا لسه هذا ضعف نسبه الوفاه، وانا لسه متفائل ان هالنسبه اقل من 1% لانه احنا ما بنفحص كل الناس، فبالتالي فعليا احنا النسبه عندنا اقل لسه من هيك. ولكن اذا استهترنا التضاعف بصير بسموه اكسبوننشال، يعني بتكون ماشي هيك وفجاه زي الصاروخ بيطلع. فال2000 ممكن يصير بسهوله فعلا 4 أضعاف خلال اسبوع لاسبوعين، 8000 وبعديها الثمانيه فورا 32، بعدها هيك وصلت 50000. يعني انت وصلت للكولابس اوف ذا هيلث سيستم. تخيل انت تصل لمرحله انه ياخذ الواحد عزيز عليه للطوارئ ويقول له كل الفنتليتر مشغوله خليه يموت في البيت. حتصلها اذا وصلنا لهي الارقام، حنصل لهي المرحله انه فيرست كم فيرست سيرف، اجل اللي قبلك واخذ اخر فنتليتر، مع السلامه. طب شو هتعمل؟ يعني بسهوله ممكن نصل لهيك، وهذا اللي ما بدنا اياه يصير. الشيء الثاني الضغط حتى على الاسره العاديه. طب ما احنا الاسره العاديه 10-20% من مرضى كورونا حيحتاجوا يناموا مستشفى. طيب هذول اذا عندك انت 50000، انت بتحكي على الاقل 5000-10000 شخص حيناموا في المستشفى. ليش احنا عندنا 10000 سرير في اونتاريو؟ هذا لو شلنا كل الأمراض الثانية. فمأساة، يعني الوضع بسهولة قادر يصل لخراب بيوت ولا دمار. طيب دكتور، الناس. ولكن إذا شدينا حالنا وظلينا على 1% إحنا بالسليم، إحنا لحد الآن بالمنطقة الصفراء ما دخلنا بالحمراء، فما في داعي ندخل أنفسنا بالمنطقة الحمراء، ساعتها ما في حد بنقذنا بالكرة الأرضية، لأنه لا حد حيتبرع لك بفنتليتر، ولا حدا حيجيب لك آي سي يبني لك إياها في أيام، ولا حيتبرع لك بأطباء. ما حنحصل هذا الشيء، ولا الفلوس بتجيب هاي الشيء، مش كل شيء فلوس. يعني في ناس بيقول لك ادفع يا اخي 5 مليار و50 مليار مش مشكله، مش حتجيبه، منين تجيبه؟ منين؟ مين حيتبرع لك في دكاتره اي سي يو الان؟ كل العالم محتاجه. دكاتره تنفسيه، انفكشنز ديزيز، كل العالم محتاجه، ما حد حيتبرع لك دكتور واحد. ما في. طيب دكتور، المده الزمنيه اللي بنتكلم عنها او اللي بتكلم عليها العالم اللي هي 15 ابريل. وبعدها بتكون الامور يعني صارت خلينا نحكي أكثر أريحية من الضغط النفسي اللي فيه الحكومات والدول اللي بتواجه هذا التحدي. خلال الفترة هذه لحد 15 أبريل، الناس، احنا بحكي وبحكي عن الناس، ايش الليفلز اللي توصل فيها في الوقاية والعناية والحرص؟ حكينا عن الحجر، بهمني أعرف الحجر لأي حد، وبهمني أعرف إيش إجراءات ثانية إحنا نأخذها بأنفسنا اللي نعطي للحكومة كمواطنين، نعطي للحكومة فرصة ونفس إنها يعني تأخذ الإجراءات إذا بدها تطلب شيء يكون وصل، إذا بدها تأمن حالها بشيء يكون أمنته، إذا بدها ترتيب إداري معين، إجراءات معينة تبدأ تجهزها. حسب ما فهمت 15/4 هو حد اللي بعده بتبدأ الكيرف ينزل، هل هذا صحيح ولا لا؟ ثانيا، ايش الاجراءات اللي احنا بانفسنا بنعملها حتى نحافظ على انفسنا ونعطي مهلة للاجراءات او السياسات انها تشتغل بشكل مناسب في وقتها؟ هسه ل 15/4 ما اعتقدش في شيء اسمه انه والله في تاريخ سحري انه بعد الشهر الثاني او الثالث وكل هاي التكهنات انه هو لحاله بيزبط. يعني طريقه الكيرف على راي احد الوزراء في كندا انه الميزانيه بتظبط حالها، هذا ما بيمشي. يعني ما في شيء بيظبط حاله لحاله، بده يكون له تفسير علمي. فاما انه انعمل حجر صح في دوله معينه وبالتالي يظبط حاله لانه الحجر كان صح، او انه اصيب عدد كبير من الناس وانه فعلا الوفيات هي اقل مما نتوقع، بما معناه انه احنا اذا عندنا 2000 حالة في كندا يمكن يكونوا هم 20000، وبالتالي الوفيات فعلا ضئيلة جدا. ولما ينصاب أعداد أكبر وما فيهم أصلا وفيات، في هاي الحالة بس عندك مناعة القطيع، اللي هو لما نصيب عدد كبير من الناس وهم صار عندهم مناعة، نادر ما يصاب مرة أخرى.
أقول نادر لأنه لسه ما بنعرف. في ريبورت على ناس أصيبت مرة أخرى، السؤال هي أصيبت مرة أخرى ولا شخصت خطأ إنها هي شفيت أصلا، يعني موضوع ثاني. بس نفترض إنها فعلا أصيبت وحصل عندها مناعة، بشكل عام مناعة الفيروسات تستمر لفصل كامل، لهذا السبب بالإنفلونزا العادية بناخذ المطعوم كل سنة لأنه بحصل عليه ميوتيشن ومنه الميموري سيل تبعتنا مع الفيروسات مش كتير منيحة، يعني بتضل تتغير. فإذا حصلنا على عدد كبير مصاب ومش متضرر من المرض كمان هذا إيجابي، بس مش إن أنا بدعو الناس اللي ينصابوا، لأنك أنت مش عارف حتطلع من مين، من 80% اللي حتمر عليهم بالسلام، ولا 20 حيناموا في المستشفى، ولا 5% منهم على فنتليتر، ولا 1% اللي حيموت. فما حدا برضو يأخذ كلام إنه أحسن نمرض على طريقة بعض جماعة النشرة اللي لا إحنا المناعة الطبيعية أحسن شيء، خلينا نمرض كلنا، نمرض كلنا نصيبه برضو. بس فيما لو حصل هذا الشيء بشكل ناتشرال اللي احنا غصب عنا بيحصل والناس بتمرض قاعده، وبزيد نسبه الناس اللي عندها مناعه فبتقل نسبه الناس اللي بتعدي بعض، لانه انتشار المرض بصير اقل بسبب الناس اللي عندها مناعه. هي رقم واحد. فهاي يمكن 15-4 على راي توقعات البعض انه تحسن الوضع، بس مش شرط، مش اكيد، يعني ما نستنى انه خلاص احنا ب 15-4 احنا بالسليم، لا مش شرط بالسليم. رقم اثنين، اهم شيء من هذا الوقت لهذاك الوقت في شيء بإيدنا وفي شيء مش بإيدنا. اللي مش بإيدنا إحنا كبشر هنا تصرفات الحكومة بصراحة، ولو أننا في دولة ديمقراطية ما منمون كشعب في هاي الفترة على الحكومة شو تعمل وشو ما تعمل. في ناس بتدعو للحجر الكامل، طيب ماشي، إذا الحجر الكامل زي ما أعطيت أمثلة إذا ما تنفذ صح هيعمل عندنا مشاكل أكبر. في نفس الوقت الحجر الكامل زي ما تفضلت برضه المطار فاتح، أنا قربي مخزوقة يعني على الفاضي. فالحكومة إنها تعمل الإجراءات الصحيحة نفترض فيها إنه إن شاء الله حتعملها، بس هاي مش بإيدنا. نيجي للي في إيدنا فعلا، stay at home وتقلل قدر الإمكان خروجك وتعاملك مع الناس هو أهم شيء. اللي بدل على تخبط حكومي، ولو أجيب شغلة في شغلة، هو القرار اللي طلع اليوم من دوك فورد، حكى أنه بدهم يعملوا من الساعة 12 إلا واحدة بالليل يوم الثلاثة وقف لجميع non-essential services. شو هم يا محترم non-essential services؟ قال بكرة نعطيكم الليستة يوم الثلاثة. يعني لو أنت عارف شو هم، لما اتخذت القرار وحاط لستة قدامك اني انا هاي الاشياء وجودها مش منيح ما لها ضروري، انا هاي عادة بحطها قدامي على الطاولة وبعديها بصوت على القرار. لا، انت صوتت على القرار وبعدين بنشوف شو هم النون اسينشال. هاي كارثة، يعني هاي بالنسبة لي بدون على تخبط حكومي، بدون مش عارف شو بدي اعمل صراحة، ما في شيء جاهز. والله اعلم لسه بكره شو تطلع النون اسينشال، حنشوف. انا شخصيا مني وعلي مثلا اتخذت قرار في عيادتي ان اوقف كل النون اسينشال فيزيتس عندي ابتداء من بعد بكره، بغض النظر الحكومة هتعتبر الالرجي اسينشال ولا نون اسينشال. في اشياء كثيرة مثل الالرجي الشوتس حتتوقف، اللي جايين يا حساسية للشجر والربيع لا استنى في بيتك انت، يعني مش نهاية الكون انك بتعطس بالصيف وبالشتاء. صح بتصف انكم الا لانه ما حد بعوضنا، ولكن انت لحماية الناس لازم تعمل هيك اجراءات، لانه لما يتكدس لك 5-6 مرضى بالعيادة وواحد فيهم بكح ومفكر انها الالرجي وتطلع كوفيد 19 مشكلة، وحيعدي لك كل الكون ويعدي ستاف تبعك. فاحنا اهم شيء عندنا فعلا نلتزم بقدر الامكان، فعلا اي شيء مش ضروري ما تعمله، ما تطلع من البيت. انا شخصيا غير شغلي حاليا واللي هو حيصير اقل وحيصير جزء منه حتى اوفر ذا فون في البيت مش راح اطلع، اضطريت تشتري شغله فعلا ضروريه، مش طالع اشتري شيبس للاولاد بلاها الشيبس، يعني فعلا مش تطلع لاي مشوار صغير وكبير. الزيارات العائليه طبعا هاي الصفر، لازم تنتهي بالكامل، ما في شيء اسمه عزوم، وحتى لو لحقنا الموضوع في رمضان ما في شيء اسمه عزايم. هاي يعني الناس لازم تنساه بالمرحلة المقبلة إذا استمر، وإن شاء الله ما يستمر لرمضان. لكن فعلا وقف جميع النشاطات غير اللي إحنا محتاجينها ضروري جدا جدا جدا. وللأسف كتير ناس، يعني أنت لو رحت على أي محل من السوبر ماركتات كبيرة ستيل الناس موجودة، يعني صح أقل من قبل، لكن فعلا ما في التزام حقيقي بمعنى إنه الخروج عنده الضرورة فقط. وإذا قدرت شغلة تستنى يومين ثلاثة تشتريها، ما في داعي كل يوم تطلع تشتري شغلة صغيرة، حوشهم لخمس أيام واطلع. خاصة إذا الحكومة فعلا كانت صريحة وطمنتنا إنه هاي المحلات حتضل فاتحة علشان الناس ما تهجم عليها هجوم مرة واحدة. باللحظة اللي تطلع إشاعة إنه في لوك داون بكرة أو بعد بكرة، هيحصل الهجوم، هيعدوا بعض أكثر وحنصير في مشكلة أكبر. اليوم لحد اليوم بس، يعني لوحد اليوم حوالي 500 حالة جديدة. أنت لو تحكي عن 500 في يوم واحد، هاي على فكرة ممكن تكون جيدة وسيئة. جيدة إن 500 أغلبهم من جماعة 80% اللي ما حصلهم مشاكل، متى هنعرف؟ بعد أسبوع. إذا زادت الوفيات بعد أسبوع بزيادة صعبة، يعني 500 لو 1% ماتوا على المعدل الحالي، الأسبوع الجاي لازم يصير يموت عندنا كل يوم 5 زيادة. إذا صرنا نشوف السنة الأسبوع القادم 5 كل يوم زيادة، إحنا في مشكلة. إذا أكثر من 5 إحنا في مصيبة، لأنه بدل على إنه الحالات الشديدة قاعدة بتزيد أكثر وأكثر. ففعلياً
كلها موضوع statistics، كلها موضوع انك تراقب الوضع وتحاول قدر الامكان تمنع انتشار المرض. انت اللي في ايدك تمنع انتشار المرض. طالما احنا مستهترين شوي في هذا الموضوع، زي ما حكيت احنا الان بالسليم نسبيا، ولكن بيننا وبين النار والهشيم شعرة. اذا فلتت منا 2008 8 16 32 64، بس اتذكر هاي الارقام، هيك حتزيد بالراحة، هيك اذا مش اسعر من هيك. فضروري جدا انه فعلا ننتبه لهذا الموضوع. هاي المسج. Stay at home. على فكرة إذا أنت مش طالع من البيت حتى مش محتاج تضلك تغسل يديك ووجهك، يعني الناس تقول لك غسل غسل. إذا أنا في بيتي خلص يا أخي، ما أنت في بيتك ما تغسلش، عرحت كلكم بس. يعني إذا أنت تقولي حالك من الأشياء كثيرة، خليك في البيت وخلص، لا تضلك بخخات ولا تضلك تنظف كل الأشياء اللي بتشتريها. ما أنت ما تضلكش تشتري إلا اللي أنت فعلا محتاجه. طيب إحنا يعني شرفنا على الانتهاء والوقت 70 دقيقة تقريبا، لكن في شوية كتير تفاعل من الزملاء والأخوة والأصدقاء. هل ممكن الأعراض تظهر بعد شهر؟ عادة الأعراض من 2 إلى 14 أيام، بس ممكن ما تظهر وممكن تظهر بعد شهر. الفيروس جديد يا جماعة وإحنا لسه مش عارفينه. يا ريت تقولنا أغراض السوبر ماركت كيف نعقمها وكم ساعة الفيروس بضل عليها. أجين كل يوم بيطلعوا نتائج جديدة وكل يوم بتطلع دراسات. الأفضل يعني أنا بحكي تنحط بالجراج بكم ساعة هيك، والله المستعان، وإن شاء الله ما بصير أي مشاكل. أنا كيف دكتور مخلص بسألك كيف كندا حتجيب 1,000,000 مهاجر؟ الله بعين، بنحطهم في تورنتو. طيب في الأخ شادي الشريف بيحكي، طبعا حاطط إنه أرقام، لو كندا بتقدر تحط 70 مليون، أعتقد 70 بليون قصده، للحفاظ على سلامة الدولة. النظام الصحي بيحتاج مش بس مبالغ مالية، أعتقد دكتور بيحتاج إلى new decisions، وزي ما حكى أطباء جديدين وقت. وممكن هاي تجرنا لموضوع اللي هي آخر، اللي هي ترخيص الأطباء. إحنا بنجيب كل سنة 1,000 أطباء من برا، طب لشو جايبهم؟ جايبه عشان يشتغل في كازية؟ هو يا بتجيبه عشان تعمل له إعادة تأهيل وتدخله على السيستم، يا ما فيش داعي تجيبه، ومسمي حالك بتجيب أطباء على السوق الكندي. فهي من عيوب السيستم أيضا. وعلى فكرة يعني أنا برضو اشتغلت في هذا الموضوع، وكنت في لجنة ادفايزر كوميتي حول هذا الموضوع، وكل اقتراح قدمته للجنة المكونة من 7 أشخاص كنت أنا أصوت نعم والستة صوتوا لا. يعني لأنه في عنا مجموعة ناس يعني ضغط، مجموعات ضغط لوبي ضد استيعاب هؤلاء الناس في السوق الكندي، ولأسباب تخصص. هاي يعني موضوع حلقة أخرى، ولكن لو تم فعلا دمجهم بطريقة مناسبة وسلسة في السيستم الكندي ما بنواجه هاي الضغوط اللي احنا كان خفف الضغط. صح الأستاذ هادي المحاسني بيحكي أنه أنا من خلال شغلي في صيدلية الناس جاهلة، وخاصة بالمسافة اللي هو الديستانس هاي بين الشخص والآخر، لازم ننتبه للموضوع هذا. طبعا مش هنحتاج برضو للديستانس، لو خليناها اصلا على الاشي الضروري بصير موضوع الديستانس اقل اهميه. هي مش اكيد الطالعه والنازله طالعين الناس. ورده دمشقيه بتحكي انه طيب الصين وايطاليا فرضين حظر تجول، كيف الناس عم بتجيب اغراضها؟ واكيد في طريق، خلينا نقلدهم. اكيد في طريقه. السؤال هذا حكومتنا شو هي بتسال؟ هل هي تعاونت مع هاي الحكومات الثانيه وشافوا شو عملوا حتى نعملوا سموث؟ لأن أنا كل خوف إنه يصير الشغلة اعتباطية، إنه فجأة مثلاً يطلع عنا 20 وفاة في يوم واحد، ولا 2,000 حالة جديدة في يوم واحد، فجأة يصير بانيك في الحكومة، لا بكرة حظر تجول، هذا اللي بيخوف. بس أنا في موضوع إحنا إن شاء الله حنطرحه لاحقاً بخص موضوع الأغراض والحصول عليها. في طبعاً تطبيقات وفي تقنيات الآن شغالة بشكل فعال في موضوع تأمين احتياجات المنازل. الصين كانوا يوصلوا للبنايات لما كان في حظر، كانت الحكومة تتولى توصيل الأشياء الرئيسية والأساسية والمواد الأساسية للبنايات بطريقة معقمة مضمونة. فهذا الكلام إن شاء الله بنحكي عنه لاحقا. هذا بيحتاج قرار فيدرالي على فكرة، لأنه أغلب الناس اللي ممكن تساعدك في هذا الموضوع هم الجيش. نعم. والجيش ممنوع يدخل في هذا الموضوع الا اذا صار مشكله فيدراليه، لان الجيش مش بروفينشال. فهي لسه بننقلنا لليفل ثاني كمان، شو التنسيق البروفينشال مع الفيدرال في كندا. هاي يمكن مشكله كبيره.
يحذر انه يلا ابعت الجيش بروح الجيش حاضر سيدي، بس هون ما في شيء. نعم هاي مشكله كبيره، لانه في كندا الحكم في شغلات متداخلة وفي شغلات نهائيا لا يمكن تداخل بينها بين المقاطعة والمدينة والحكومة الفيدرالية. طيب في عندك أي شيء أستاذ محمد تنهي فيه؟ أنا بس أتمنى أنه نتحدث بكلمتين مطمئنات للناس حتى ما يحسوا الناس أنه كلامنا هو كلام للتخويف، لأنه كل التوصيات بتحكي أنه جهاز المناعة إذا صار فيه خوف فهو أكبر عدو لجهاز المناعة. والكلام اللي أنا شايفه من اللي حكينا صحيح، إحنا بنحكي إنه في إجراءات كان لازم تنعمل وفي إجراءات بطيئة، لكن بنفس الوقت في النهاية هذه دول تعتمد على ثقافة المواطن، وإذا كان إحنا عندنا ثقافة أصلاً موجودة في موضوع الحجر وفي موضوع التعامل مع الأزمات، في موضوع التعقيم والنظافة، فأنا أتوقع إنه هذا صار يعني زي كأنهم رموا الكرة في مرمانا. وأتمنى إنه يكون الأمر فيه طمأنينة. وهنا بتيجي سؤال الطمأنينة اللي أنا بدأت فيه للدكتور، ممكن ننهي فيه. سؤال الطمأنينة، الأمر بإيدنا بإذن الله. إحنا في المنطقة الصفراء مش في المنطقة الحمراء، ومن مصلحتنا انه ننزل على الخضرة، فعلى الاقل يا منضل بالصفراء يا ننزل على الخضرة، بس ما نروحش باتجاه الحمراء. واعتقد لحد الان الموضوع تحت السيطرة في اونتاريو تحديدا بالرغم من الاعداد اللي بيجيبوها، ونسبة الوفيات عندنا لا تتجاوز 1.2% في اسوأ الاحوال في اونتاريو، وهذا عندنا تشخيص احنا اقل من اللازم للمرض. فاحنا يعني تقريبا تسع عدد وفيات ايطاليا مش كعدد كنسبة، وثمن اللي في إيران، وأقل من أغلب الدول، يعني أحسن منا بس كوريا الجنوبية ودولتين ثانية. فوضعنا لساته جيد، لكن بإيدنا أنه نخليه أحسن، وبإيدنا أيضا نجر نفسنا للكارثة. فبتمنى أن الناس تنتبه لهذا الموضوع وتسمع الكلام، لأنه نشر المرض لأعداد بالآلاف هو أسوأ شيء ممكن يحصل لنا. فلا الواحد يكون خايف يضلوا طول الوقت يعني موسوس، ولا في نفس الوقت انه لا انسى الموضوع بسيط وهين وما في داعي نعمل شيء. لا، احنا اذا استهونا فيه حيصير فعلا سيء كثير، لكنه الان ليس بهذا السوء. يعني وضعنا لسه مطمئن مقارنه باغلب دول العالم اللي عانت من حالات وفاه او نسب وفاه اعلى بكثير من 2%، واحنا لسه في 1%. طيب انا يعني يؤسفني واني انهي هذا اللقاء الممتع. اتحفت يا دكتور، اعطيتنا معلومات جدا مهمه، نشكرك لاعطائنا هذا الوقت. احنا نعرف انك انت فيري بيزي، لكن تشرفنا، واتوقع انه معظم اللي حيحضروا هذا الفيديو راح يستخدموا هاي المعلومات ان شاء الله في زياده الوعي اللي عندهم سواء في كندا او خارج كندا. المسؤولية الفردية أهم من النظام الحكومي أتوقع في الحالة الحالية اللي عايشين فيها، فلازم إحنا نهتم بعوائلنا وأنفسنا. وهي دعوة للشباب، يعني من خلال هذا اللقاء دعوة للشباب اللي عم بيطلعوا كتير برا وبتوقعوا إنه نسبة إصابتهم أقل. لا يا جماعة، أنتم معرضين للإصابة، نسبة الوفاة الحمد لله أقل، بس أنتم معرضين للإصابة. والمشكلة الكبرى أنه معرضين أنكم تجيبوا هالإصابة لبيوتكم وتعدوا فيها أجدادكم وأهاليكم. فستي هوم، خليك في البيت، أبوس إيدك وأبوس وجهك من بعيد طبعا، خليكم في البيت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.